أي تأثير سياسي وميداني سيتركه غياب خليفة حفتر على المشهد الليبي؟ ما مآل جهود الدول الإقليمية الداعمة لحفتر في سبيل منع انهيار معسكره؟ كيف ستتعامل الأمم المتحدة بشخص مندوبها غسان سلامة مع المتغيرات التي يشهدها الملف الليبي؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان المشهد الليبي في غياب حفتر.